عليكم خوتي المغاربه. اليوم السبت 15 جوان 2019، هذا الصباح هذا كاينه واحد التظاهره ديال القدماء العسكريين. ملي كنقول العسكريين فيهم الناس ديال الدرك الملكي، ديال الجيش الملكي وديال القوات المساعده امام المستشفى العسكري ديال التشيرة. هاد الناس هادو علاش جاو؟ جاو لانه كيعانيو بزاف ديال الحوايج اللي ها حنا غادي نتكلموا معاهم وتفهموا شنو هي مشاكلهم. انا شخصيا مني سمعت هاد المشاكل والله العظيم الا زعما كيبقى فيك الحال بزاف، لان هاد الناس ضحوا كاملين، كانوا في السنتور دافعوا على بلادنا على الوحده الترابيه ضد الاعداء، كانوا في الحرب دوزوا كاملين الحرب ديال الصحراء وكل شيء باش في الاخر تلقاهم واقفين هنايا في الوقت اللي تكون عندهم واحد الامتيازات كبيره، لانه هاد الناس كلهم مفخره كبيره للمغاربه. هاد الناس خصهم يكونوا فوق راسنا، ما يمكنش نشوفوهم بحال هكا كيتظاهروا، لان هاد القضيه غير مقتة. تبارك الله عليك، انت من قدماء المحاربين، انت من القوات المسلحه الملكيه، دوزتي من 1977 حتى الاوائل 2000 الصحراء، يعني خديتي تريو وحطيتي تريو كله في الصحراء. انت من المفروض مفخره ديال كاع المغاربه. اشرح لنا شنو كدير اخويا هنايا. ثانيا كنزيد لذاك الاضافه ديال الصحراء اللي دوزت في الصحراء، راني من المتطوعين ديال المسيره الخضراء، هذه غير اضافه. حنا هنا في هذا الصباح امام المستشفى العسكري لاسباب كنعانيو منها مع المستشفى. نجيا مع 4 الصباح. علاش 4 الصباح؟ 4 الصباح وقت الكريساج، وتجي هنا مع 4 وما تشوف الطبيب حتى الوحده ولا 11 ولا 12. او 6 السوايع انتم جالسين هنا؟ اي باش تشد من 4 باش تشد، لان الا بقيت حتى الصباح تجبر النوامر ديال الطبيب تسالي. ما كاينش هادشي بالتليفون ولا بالانترنيت ولا شي حاجه؟ لا، مع 4 الصباح الا كنت مرافق للمريض ولا انت مريض تبقى هنا مسخسخ حتى تشوف الطبيب مع 11 ولا 12. واش التكنولوجيا ما دخلتش للمستشفى ولا شنو؟ وهذيك الله اعلم، هذاك الجواب يجاوبنا عليها السيد الطبيب الرئيسي. مزيان. النقطه الثانيه المواعيد الطويله، وكيعطيوك موعد اللي 6 شهور 7 شهور 8 شهور. وانا كنطرح سؤال، شكون يسبق لهذا المريض؟ واش الطبيب واش عزراين؟ بدون شك غيسبق عزراين لهذا المريض. هذا اداء هنا اللي عنده صفه محارب سابق من القوه المسلحه الملكيه ما كيأديش، لان عنده لا مثيل ديالو. بينما اللي عنده صفه ديال محارب سابق من الاخوان ديالنا في القوه المساعده اللي شاركوا في الحرب كيأديو، من المشكل عندهم مع لا مثيال ديال الإفا والله اعلم. النقطة الرابعة وهي لا مثيال، لا مثيال كيكون مرض مزمن ديال دواء تريتمون ديال 40000 60000 80000، ما كيجيك الدواء الآخر حتى خصك تدبر باش تشري التريتمون الثانية. زيادة على الإنسان عنده تقاعد ديالو ديال 1300 درهم و 500 درهم ولا 1300 إلى آخره. كاين تقاعدات ديال 1500 درهم. أنا اللي كندوي معاك 1376 درهم. من بعد 26 عام ولا 27 عام ديال الحرب، ماشي ديال البيرويات. ما بغاش تعترف لنا ب 16 عام ديال الحرب. دابا كيخرجوا الناس خدموا غير لداخل كيشدوا بدوبل علينا بأربعة الخطرات. كاين المواعيد ديال الراديو. عندي ورقة ديال الراديو، شفت الطبيب نهار 27 في شهر 4 وما دير الراديو حتى 13 في شهر 8. حتى تموت. فاش طاحت سؤال علاش هاد المدة، قال لك إلا طاحت في الدار جيبوها ليرجونس. لهذا كاين مشاكل هي اللي جعلت هاد الفئة تخرج في سن الشيخوخة، راه ماشي خارجة مزغلة ولا مفرعنة، راه خارجة على مشاكل ومطالب صحية. لا كاين المطالب المعنوية والمطالب الصحية والمطالب المادية اللي كنسالوا للدولة. وتحية مالكة، السلام عليكم. السلام. لاباس لالا، كلشي بخير؟ قول لي الزوج ديالك الله يرحمه من القوات المساعدة، دوز حياته دوز حياته كلها في الصحراء، الحرب، تكرفصتوا معاه، كنتوا في الصحراء وكل شيء. واحد القضية الحاج عافاك، دابا هو مني خدا التقاعد كانت عنده 22000 ريال، هذه هي التقاعد ديالو. صافي، كنا ساكنين في بذاكا، حيدوا الباك، خرجنا للكرا ب 20000 ريال. وكارين ب 22000 ريال، وكتجيه هذا 22000 ريال. 22000 ريال. مني توفى هو في 2014 بقات لك 500 درهم. بقات لي 10500. وعندك واحد الوليد معاق. عندك واحد فيه السكر عنده 18 عام. 18 عام، حيدوا. كيفاش كتعيشي الحاجة؟ ها الورقة، هاي الورقة باش صيفط لي خويا. بصح قلت لي غنصيفطوا لي العائلة، الواحد مطلوب
والله يصاوب الله يصاوب. نتمنوا المؤسسه العسكريه تلتقط هذا النداء ديال هذه السيده اللي ماشي غير هي اللي ناو ديال المئات. وانا كنعاود نقولها هذوك الناس خصهم يكونوا مفخره ديالنا، ماشي نشوفوهم في الشوارع كيطلبوا حرام ما مقبوله شيء وخاص شي حل نهائي. دونك المؤسسه العسكريه خصها تتحرك في هذا الموضوع وتطويه نهائيا، لان السمعه ديال البلاد كلها وكيفاش بغيتوا هاد العسكريين اللي دابا في السانتور اللي كيحاربوا اللي كيمشيو لوحدات في الخارج حتى هما حفظ السلام، من يشوفوا عائلات هذوك اللي قبل منهم بحال المآسي كيفاش بغيتوا الاخرين يتعاملوا. الله يصاوب لك الحاجة، الله يصاوب لك وان شاء الله يكون خير، يكون خير الحاجة. بصيفط لي بنت عمتي بصيفط لي فلوس باش في العيد. عاوناتك باش بصيفط لي الفلوس قضي باش نمشي نجيب الدواء لي انايا ولا هذا نوصل ما نخلص الضوء. الله يصاوب، الله يصاوب لك، الله يصاوب لك ان شاء الله خير، غير صبروا. الحاج المختار السلام عليكم. السلام ورحمة الله. انت من الناس اللي دوزوا 26 عام في سانتيور في الحرب وهذا، وعندك 25 وانا في الصحراء، وعندك 38 عام سيرفيس في الجيش. 38 عام سيرفيس. انت في القوات المسلحه الملكيه. انا في القوات المسلحه الملكيه. دونك انت كيخصك تكون كنعاودها ونقولها من الناس المفخره اللي حنا خصنا نتصوروا معك. اللي حنا خصنا اي واحد تمشي للمدارس تعاود الحكايه ديالك في الحروب ضد الاعداء وهذا، كنلقاوك في الشارع انت كتطلب. اشنا هو المشكل اللي عندك؟ انا عندي المشكل، عندي بعد اول مره عندي مرض مزمن. مرض السكر، مرض السكر. راندي فوات الى جيت كيعطوهم ليا على 4 شهور 5 شهور 6 شهور، وكندق انسولين. بعض الاحيان نلقاها فاكس بيطار ديال الاقليمي، وبعض الاحيان ما كنلقاهاش. عندي المراه مريضه بالقلب، عندها مرض القلب. شحال الروتريت ديالك اليوم؟ الروتريت ديالي انا مخلي ليا تقريبا شي 2000 درهم وشويه، هادشي اللي عندي. هادي الروتريت؟ هادي الروتريت ديالي. وعندي 38 عام سيرفيس، منها 7 سنين ديال الطياره، 31 عام على شريك لوني كنتخلص. السلام عليكم. انت من الناس اللي دوزوا 17 عام في الجيش، كنتي في القوات المسلحه الملكيه، دوزتي الحروب، دوزتي بزاف د الحوايج، وقع لك مشكل صغير مع الشيف كور ديالكم، جراتو قلم كي تيقولوا، جرى عليك هو كاع من الجيش، لقيتي راسك 17 عام بلا والو، بين نهار وليله ما عندك روتريت، ما عندك اوراق وكل شيء، ما مشيتيش قدام شي محكمه عسكريه، قدام شي لجنه تاديبيه، شي حاجه باش تدافع على راسك؟ لا جريت حتى عييت، ما كاينش اللي تصنت ليا والو كاع، كاينش اللي تصنت ليا. دار ليا داك دي جي في ليفري اللي عطيتو ليفري ديالي، تلقى دي جي ما كيجاوبنيش كاع، وحتى ديك لاكارت الحمراء ما بغاش يعطيوها ليا، قالوا لي ما عندكش الحق فيها. مشى لك كل شيء؟ كل شيء مشى. 17 عام؟ 17 عام. دوزتي حروب؟ دوزتي خليت ما دوزت، تحت في لي شون دومين، نهار سينيمو ليل ونهار. ليل ونهار نهار سينيمو، كنعقل انا على نهار سينيمو، كان واحد لاسبيرو مسكين تزلع تشتت، وجمعتونا طراف، الطراف اللي جمعتونا في الكرشح. جمعتو طراف، ما خليت ما دوزت. ودابا والو ما كاينش حلول. لا اله الا الله. الله يصاوب. الله. جلست مع هاد الناس شفت واحد المآسي، يعني ما كتشرفناش حنا كمغرب. النداء ديالي وهو المؤسسة العسكرية تشوف الحالة ديال هاد الناس الاجتماعية، لأن أمور بسيطة خاصنا غير شويه ديال المعقول، خاصنا غير شي شويه ديال النيه الصادقه ونوضوا نخدموا هاد الناس هادو، لان ما يمكن شيء. انا مع هاد السيد شرف لي نوقف حداه، شرف لي لانه دافع الوحده الترابيه، هذا بالنسبه لي واحد الرمز من ولا واحد البطل مغربي. ما تخلينيش خاطري نشوفه في الزنقه ولا كيطالب على الدواء ولا كيطالب باغي رونديفو ديال الطبيب. حشومه. المغرب الجديد راه ماشي بحال هكا، وحنا ما بقيناش قابلين هاد الشيء. دابا هاد السيد علاش ما يكونش معزز مكرم وعنده كل شيء اموره مضبوطه، وكيمشي للمدارس كيف كيديروا في عدد من الدول، وكيحكي للاطفال في المدارس كيفاش التجربه ديالو مع العدو شنو دوز، يمشي للجامعات يعطي دروس، علاش يحكي الحكايات ديالو في الوقت اللي حنا في الزنقه كنشوفوه كيطلب باغي الدواء باغي رونديفو حشومه. الله يخليكم. انا كنتمنى النداء يتخدى بعين الاعتبار ديال هاد الناس كلهم، راه ماشي غير هادو اللي كاينين، راه عبر التراب المغربي. المهم الله يصاوب والله يسهل على هاد الناس كلهم، راكم مفخره خويا، راكم مفخره ديالنا رجال ونساء.
وان شاء الله ان شاء الله الله راه غادي يصوب الله غادي يصوب ونتمنوا على الله خير. اييه نشكرك جزيل الشكر على هذا الله يبارك واجب اخويا واجب الشريف الله يكفر من امثالك الله يبارك فيك واجب واجب ودينا واجب وطني ومن 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 عادتنا نودوهم والحقيقه وما باقي شي فينا الحمد لله ولكن الحقيقه الانسان خصو يلتفتوا لينا انت كسمعت ويضيع وداك الشيء اللي ضاع لينا يخلفوه لينا الله يجزيهم بالخير والاحسان ان شاء الله. احنا انا من 75 وانا في الكفاح في الصحراء انت كسمعت ما خليت حتى شي بلاصه في الصحراء ما زالت الاكثريه ما زالت يلاه الاطراسات ديال اسبانيا ما زالت كتخرج من العيون احنا كنا تما وكنا في روس روس الضميريين في الفارسيه وكنا في السماره وكنا في جميع وكنا في نواحي ديال المحباس وكنا في هذوك المسائل كامله.